محمود، أول شيء أهلا وسهلا فيك بزهرة الخليج بأبو ظبي، نورتنا، كل عام وأنت بألف خير. كل عام وأنتو بألف ألف خير، وشعب الإماراتي بألف ألف خير، وتحياتي لك يا غالي، ربي يحفظك ويخليك عمر. أنت ما شاء الله عليك يعني عمر فني قصير خلينا نقول، بس نجاحات كبيرة ما شاء الله، يعني كل أغنية أحلى من الثانية. برأيك محمود شو سر هذا النجاح؟ يعني في كتير فنانين بيجربوا يطلعوا بغنية واثنين وثلاثة ما بيقدروا، أنت ما شاء الله كل غنية هيت. الحمد لله والشكر، هذا ما أجا من فراغ، أجا بعد معاناة وبعد تعب وتوفيق من رب العالمين. الحمد لله والشكر، الاختيار صحيح، فريق العمل صحيح، إدارة الأعمال صحيح، وكل احنا الحمد لله والشكر متوفقين بأعمالنا، وإن شاء الله القادم بعد أفضل وأفضل، ونكمل مسيرة حلوة إن شاء الله بحيل الله قوته إن شاء الله. هيك لو قلت لك أنت اختار الغنية اللي بتحسها أنه هي فعلا كلمة السر بحياة محمود التركي، شو هي أي غنية؟ يعني من الأغاني مالتي النازلات؟ يعني من الأغاني مالتي النازلات، يعني أنا دائما أحب أغني للعالم والجمهوري والناسي، أحب أغني إيش عجب قاطبيه يا راحت النفسي، تدري القلب مهموم أبكي واوني يومية، همي يزيد شلون والناس يشمتون، بعدك فضحني الشوق ألطم مثل مجنون. الله الله يسلم هالصوت محمود. طبعا شهدنا يعني من بعد ما نقلت إقامتك على الإمارات هيك تغير كبير بمسيرتك الفنية، ويعني تجديد خلينا نقول بأسلوبك، شو اللي تغير؟ اللي تغير الطموح وارد، والإنسان كل ما يطمح كل ما يقدم الأحلى والأفضل وجمهورك له حق عليك. فمن أجيت للإمارات الحبيبة صار تغير يعني عندي بالأغاني بالتوزيع، كنت أشتغل شيء وهسه قاعد أشتغل شيء بس للأفضل، شيء يعني كل شيء اللي اشتغلته للأفضل لك الحمد والشكر، صارت عندي تغيرات للأحسن الحمد لله والشكر. كلياتنا عم نحكي بالفترة الأخيرة عن موجة الأغنية العراقية وموجة الشباب العراقيين الكتار اللي طلعوا، منهم اللي نجح ومنهم اللي بيستاهل نجاح ومنهم اللي نجح ما بيستاهل نجاح ومنهم اللي ما عم بيقدر ينجح. شو رأيك بالشي اللي عم بيصير خاصة على الساحة الفنية العراقية؟ يعني ما قصدي بقلب العراق، قصدي بشكل عام. والله يا حبيبي بشكل عام، أول شيء هذا توفيق بيد رب العالمين، هذا أول شيء. ثاني شيء الاختيار لازم يكون صحيح، مو أول أغنية تختارها صحيح وبعدين ما تكمل، بعدين يعني يكون لازم تعرف أن أنت شنو تغني، شنو مختار، شنو إمكانيات صوتك. فالحمد لله والشكر الاختياري كان موفق، يعني الاختيار أن أعرف أن شنو أختار المحمود التركي، أختار الصوتي، من فضل الله اللي اختارتهم كلهم موفق بهن الحمد لله والشكر. بالنسبة للشباب كلهم أصواتهم حلوة وكلهم كل من عنده صفة حلوة وكل من عنده كاريزما حلوة وأصواتهم حلوة، بس يعني أنصح الشباب بالاختيار، الاختيار الصحيح. يعني مثلا ضربت عنده أغنية أغنيتين، يفكر يكون ينزل لو أفضل من عندها لو مستواها. فهذا هاي نصيحتي للشباب.